سلطان. أنا بسأل على عملية الانشقاق اللي بتحدث في الإخوان نتيجة مواقفهم اللي تعتبر يعني مش مع الثورة بشكل كامل من وجهة نظرنا أنا. هي مع الإصلاح ومع الجدول الزمني الطويل المدى، وده بيؤدي إلى تعطيل مراحل الثورة. ده جزئية. الجزء الثاني المجلس العسكري والجداول الزمنية الغامضة والقوانين المستفزة وكل الأشياء اللي بيصدرها، وهو متأكد إن ده هيستفز الشعب. مش ممكن يكونوا مش عارفين إيه اللي بيستفز الشعب وهم من الشعب أصلا. فرأي حضرتك في ده إيه، وكيفية الخلاص والخروج من ده؟ المليونيات أصبحت غير كافية. شكرا عامر. أنا فيما يتعلق أنا أتحدث in Arabic this time to let them enjoy my Arabic speaking. أعتقد أن نظرة الإخوان إلى الأمر نظرة سياسية بحتة. أين هو المكسب السياسي؟ وهم بيشتغلوا على المكسب السياسي ده. أي حاجة تحقق، أي شيء يحقق المكسب السياسي هم هيعملوه. Anything that involves the political gain, they will go for. الانشقاقات اللي بتحصل في الإخوان الحقيقة ليست جديدة. طول عمر الإخوان بيحصل فيها اشتقاقات. The divisions that are happening in the Muslim Brotherhood is not a new thing. It's always been happening in the past. المرة دي خطورتها في إنها من الشباب اللي هم. It's the youth that are actually being polarized. And this is what makes it dangerous. Yeah, so it makes it dangerous. لأن الشباب هم طبعاً الوقود الذي يحمل الحركة إلى الأمام. فإذا تخلف هذا الوقود الحركة ستقف حيث هي. Because the youth are the fuel that progress the movement forward. So if you stop this fuel, then everything stops in its place. علاج الإخوان للانشقاقات أظن أنه لن يتم قبل إجراء الانتخابات. The Brotherhood would not be able to solve these polarizations until after the elections. لأن هم كل ما يشغلهم الآن أن يفوزوا بأكبر نسبة ممكنة من المقاعد. Their priority right now is to win as many seats as they can in the next election cycle. أي حاجة توقفهم عن الخطة دي مش مستعدين يدوها أي attention الآن، يدوها أي انتباه الآن. Anything that stops them from this, they will not give attention to. مظبوط الكلام اللي بيقوله عامر إنه في تأثير من هذه الانشقاقات على موقفهم في الانتخابات. لكن أنت في الآخر كقوة سياسية بتبص تحت رجليها. الحقيقة ما فيش قوة سياسية بتبص المستقبل في وقت الانتخابات. وده الحقيقة مش عيب ولا لوم يوجه إلى الإخوان، إنما ده وصف للواقع. كل أحزاب الدنيا في وقت الانتخابات بتبص الانتخابات بس وتوقف كل شغل تاني. بعد ما تخلص الانتخابات ونشوف عملنا إيه في البرلمان نبتدي تاني الإصلاح ونبتدي تاني الإجراءات دي. I'm not vilifying the Brotherhood. It is somewhat normal for many political parties to look directly under their nose when the elections are around the corner to get as many seats as possible, and they deal with the problems following them. لا، هذا لا تأثير له على الثورة. الحقيقة أن الثورة زي ما قلنا في الأول لا يملكها أحد ولا يقودها أحد. مثلا الدعوة الموجهة لبكرة أنا أعتقد أنها تبقى الاستجابة لها كبيرة جدا. هم قالوا مش نازلين. هم مش نازلين، والسلفيين مش نازلين. أنا رأيي أنها لن تؤثر والناس هتيجي بكثافة. وأعتقد أنه الوسيلة السلمية للضغط هي التظاهر، وبعدين إذا اقتضى الأمر الاعتصام. لكن ما فيش وسيلة أخرى. أنا ضد العنف، ضد المواجهة مع الجيش تحت أي ظرف، ضد محاولة الحصول على حقنا بالقوة، لأن القوة استعملت دايما لمنعنا من الحصول على حقنا، فدايما هنتغلب، فما ينفعش. I believe in the peaceful process to the very end, because if we try to win anything by force, we would be doing what used to happen against us, and we'd be the same as they are. The only way what we can do is to protest, is to have hold vigils, but we can never respond in violence in order to get what we need. ما يتعلق بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أنا عندي ثقة قوية في إخلاصهم، ولكن ما عنديش نفس الثقة في قدرتهم على اتخاذ القرار السياسي المناسب. Regarding the Supreme Council of the Armed Forces, I have full belief in their sincerity, but I don't have that same trust in regards to their ability to make the right political decisions.